السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم رضا عوين من مدونة العالم الذكي إن شاء الله في هذه في لا لن أقول حلقة طبعا، وسأقول شرح حصري لطريقة ستمكنك من ربح المال عن طريق هاتفك الأندرويد، طبعا بطريقة سهلة جدا. طبعا كإشارة لمن يسألون لماذا غبت كل هذا الوقت ولماذا لم تعد تطرح شروحات جديدة وحلقات جديدة على المدونة، طبعا هذا كله راجع إلى الامتحانات والدراسة طبعا. وأعدكم ستطرح وسأقوم بعمل شروحات جديدة وحلقات جديدة على مدونة العالم الذكي في القريب العاجل طبعا، إلى حين أن أنتهي دراستي. طبعا في هذا الشرح سأقوم ب أريكم أو أظهر لكم طريقة ستمكنك من ربح المال، طبعا مال يعني مال حقيقي وليس مزور، طبعا ربح المال عن طريق هاتفك الأندرويد، ويمكنك أيضا تحويله على حسابك باي بال أو لا أعلم حسابك الإلكتروني. طبعا كأول خطوة يجب القيام بها الذهاب على متجر جوجل طبعا والبحث عن تطبيق اسمه واف كما تكتب أمامكم. هذا هو التطبيق الأول، نقوم بالدخول عليه. أنت كمستخدم لهاتف أندرويد، إذا أردت ربح المال من على هذا التطبيق يجب عليك تنصيبه. طبعا قم بتثبيته على هاتفك. كثاني خطوة يجب القيام بها وهي الدخول على التطبيق كما نرونا. قم بهذه واجهة التطبيق. طبعا التطبيق يمتاز بميزة جيدة جدا كأول خيار يمكنك من ربح المال على هذا التطبيق، وهي تنصيب هذه الألعاب والتطبيقات. طبعا نأخذ مثال هذه اللعبة كلاش اوف كينج، إذا نصبتها ستأخذ ريكومبونس دو لانستالاسيون 0.05 دولار، وإذا كيبت يعني إذا احتفظت بها على هاتفك الأندرويد ستستفيد من 0.39 دولار، طبعا يجب أن تحتفظ بها لمدة 4 أيام. هنا لدينا لعبة أخرى وهنا لدينا تطبيق آخر، طبعا هذه كخيار أول لربح المال من على التطبيق. الطريقة الثانية لربح المال من على التطبيق وهي هذا الخيار، كل يوم يعني reward every day، طبعا كل يوم تأتي إلى هذا الخيار وتقوم بالضغط على هذا الزر، وهذا الزر سيمكنك من ربح 0.0 دولار 0.01 دولار كل يوم، يعني كل يوم 0.01 دولار، وهذا every day. طبعا هنا كخيارات أريد أن أريكم خيار جميل وجميل جدا، وهو ما أنفعني وما هو وصلت إليه الآن. طبعا قد استلمت 3 دفعات من هذا التطبيق كدفعات أولية، هما أول دفعة بقيمة 10 دولار، والثاني دفعة بقيمة 12 دولار، والثالثة أيضا بقيمة 12 دولار. وهذه تجربتي مع هذا التطبيق والذي أثار إعجابي، وهو سهولة هذا التطبيق يعني سلاسته في الاشتغال. طبعا هذا هو الخيار المراد شرحه. هنا يعطيك التطبيق خيار كل شخص يتسجل عن طريق الكود انفيتيشن الخاص بك تستفيد أنت ويستفيد هو. مثلا أنا لدي كود انفيتيشن هنا وهو AJ20185، إذا قمت أنت بالتسجيل عن طريق هذا الكود أنا أستفيد 0.30 دولار، وأنت أيضا تستفيد 0.30 دولار، يعني على أي شخص يقوم بالدخول على هذا التطبيق. الشرط الوحيد الموجود في هذا الخيار يجب على هذا الشخص الذي ستقوم بعمل انفيتيشن له، يجب أن يتوفر على حساب فيسبوك على الهاتف. طبعا لدي هذا الكود انفيتيشن، طبعا إذا قمت بالدخول والتسجيل عن طريق هذا الكود ستستفيد من 0.30 دولار كبداية لربح المال من على هذا التطبيق. طبعا المدة التي استغرقت في ربح الدفعة الأولى أسمح الدفعة الأولى 10 دولار طبعا أخذت مني أسبوعين على ما أظن، تقريبا أسبوعين، يعني ليس بالشيء الصعب، طبعا سهلة سهلة وسهلة جدا. طبعا كخيار آخر هنا يمكنك
طبعا في بيمو، يمكن هنا يعطيك، يمكنك تحويل المبلغ عن طريق باي بال. طبعا كما نرى هنا المينيموم يعني 10.50. لدينا ايتون، لدينا ستيم بالنسبة لأصحاب الألعاب، وبين اكس بوكس، جوجل بلاي طبعا، والخيار الأخير وهو فيسبوك جيفت كارد، هنا أيضا أمازون. طبعا هذا هو الشرح المتوفر طبعا، وهذا كل ما يجب أن تعرفوه. طبعا ركزوا جدا على هذا الخيار، وهو خيار الانفيتيشن، كود انفيتيشن، وهو من سيمكنكم من ربح المال. طبعا إذا قمتم بتداول كود انفيتيشن الخاص بكم، كل من تسجل من خلال هذا الكود سيستفيد هو والطرف الآخر، يعني 0.30 دولار لك أنت، و0.30 دولار للطرف الآخر. طبعا هذا كل ما لدينا. للإشارة فقط، عند الدخول على التطبيق لأول مرة، عندما تثبته أو تنصبه على هاتفك للدخول أول مرة، سيعطيك عمل كونكشن للفيسبوك، حسابك على الفيسبوك، يطلب منك ربط حسابك على الفيسبوك بالتطبيق. طبعا يجب عليك أن تقوم بعمل تسجيل عن طريق حسابك الفيسبوك، ومن الخيار ومن ثم يطلب منك كود انفيتيشن. طبعا إذا كان لديك كود انفيتيشن كما هو الخيار هنا، إذا قمت بكتابة كود انفيتيشن الخاص بي أنا، ستستفيد أنت 0.30 دولار، وأنا أيضا 0.30 دولار طبعا، وهذه كبداية. وأنت أيضا يمكنك مشاركة كود انفيتيشن الخاص بك مع أصدقائك على الفيسبوك أو على تويتر. طبعا هذا كل ما لدينا في هذا الشرح. إن شاء الله سنلتقي في شروحات مقبلة على مدونة العالم الذكي، من بعد ما أنتهي من دراستي طبعا، وسأنتهي منها في القريب العاجل. نلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.